وهلا خلينا نتابع معكم هالتغيير عما يحدث مع أهلنا اللاجئين بمخيم الزعتري في الأردن. اندلعت مساء السبت الموافق الأول من الشهر الحالي أعمال شغب واسعة في مخيم الزعتري الأردني للاجئين السوريين على خلفية وفاة رضيع عمره 7 أشهر بعد عملية جراحية في القلب أجريت له في إحدى المستشفيات بمدينة الرمثة شمال البلاد. وتعتبر هذه حالة الوفاة الرابعة بين أطفال المخيم بعد 3 حالات أخرى لأطفال توفوا بسبب موجة البرد التي تجتاح المخيم دون وجود مدافئ، في حين ردتها إدارة المخيم إلى أمراض رافقت الأطفال من سوريا. لكن بعض الناشطين السوريين من داخل المخيم أكدوا أن الأطفال 3 توفوا نتيجة موجة البرد التي يشهدها الأردن حاليا والتي تهبط بدرجات الحرارة ليلا في المخيم بشكل كبير. وحسب المصادر ذاتها فإن الخيام التي يعيش فيها اللاجئون السوريون لا تقيهم من البرد القارس، خاصة مع عدم وجود مدافئ بداخلها والاكتفاء للوقاية من البرد بالأغطية. وتحدث أحد النشطاء عن انتشار كبير لأمراض البرد والجفاف بين أطفال المخيم في الأيام الأخيرة نتيجة موجة البرد الحالية، وأن هناك نقصا في الأدوية لدى العيادة الطبية والمستشفى هناك، وأن الأطباء يطالبون الأهالي بالسعي لنقل أطفالهم إلى خارج المخيم. هذا وقد قامت إدارة المخيم بتوزيع البطانيات والأغطية على كافة العائلات في المخيم، وأنها في غضون الأيام القليلة القادمة ستعمل على توزيع 1200 مدفأة على العائلات المتواجدة هناك. وذكر المصدر كذلك أنه تم مساء السبت إخلاء جميع العاملين في المخيم بعد قيام بعض اللاجئين بتكسير المركز الصحي التابع لجمعية العون الصحية بالكامل. وأضاف إن قوات الأمن حاولت فض الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع قبل أن يعود الهدوء للمخيم في الساعة 6:30 مساء. لقد أصبح مخيم اللاجئين هذا ميدانا لمعركة ضارية تتصاعد حدتها بين اللاجئين السوريين ومضيفيهم الأردنيين، وهو ما شهدت عليه تظاهرات داخل المخيم اتسمت في إحدى المرات على الأقل بالعنف لتبدأ في أعقابها عودة جماعية للاجئين إلى سوريا. وبالرغم من كل هذا تصر الحكومة الأردنية على أنها تلتزم بالوفاء بالاحتياجات الأساسية للاجئين، وتزعم أن أنصار النظام السوري يتسللون إلى المخيم بغية إثارة المشاكل. وكانت قد حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس في وقت سابق من تدهور أوضاع اللاجئين السوريين، وناشدت آموس في زيارتها لمخيم الزعتري في الأردن المجتمع الدولي أن يبذل مزيدا من الجهود لحل الأزمة. إلى ذلك كشفت دراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول الزواج المبكر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين عن وجود 720 سيدة حامل في المخيم من أصل 9000 امرأة. ووفق الدراسة التي كشف عنها النقاب في ندوة نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالات الزواج المبكر للسيدات في مخيم الزعتري، فإن سن الزواج المبكر غالبا ما يكون دون سن 18 عاما. وقال مدير العلاقات الدولية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علي بيبي إن المنظمات الدولية مستمرة في مساندة الأردن في خدمة اللاجئين السوريين، وتعمل جاهدة على توفير كل ما يلزم لمساعدة اللاجئين الذين يدخلون مخيم الزعتري. وأوضح بيبي أن عدد اللاجئين في تزايد، ورغم ما تقدمه دول المنطقة والعالم من مساعدات إلا أن الأردن بحاجة ماسة لمزيد من المساعدات الإنسانية من أجل تحسين واقع الخدمات المقدمة للسوريين. ومن أجل المزيد ومعرفة ماذا يحدث في مخيم الزعتري معنا عبر الهاتف الأستاذ حمودي مكاوي. مرحبا أستاذ حمودي. أهلا وسهلا.
أخي الكريم، يعني بما يحدث الآن في مخيم الزعتري والمظاهرات التي حدثت بسبب وفيات الأطفال، يعني هل وصلكم أنه حصلت اعتقالات أو إبعادات عن المخيم؟ وما وجه صحة الكلام الذي تقوله الحكومة الأردنية أو إدارة المخيم من أن هناك أنصار للنظام داخل المخيم يفتعلون المشاكل من أجل إرباك العمل في المخيم، هل هذا صحيح؟ أول شيء مساء الخير. ثانيا بالنسبة لموضوع الاحتجاجات والمظاهرات اللي كانت تصير، هي بآخر حالات احتجاج شهدها المخيم من ما يقارب الأسبوع بعد ما صار في حالة وفاة لأطفال رضع تقريبا. هم بالنهاية بكل التقارير الطبية أشارت أن الأطفال توفوا بعد ما عانوا من أمراض رافقتهم من سوريا وراحوا على المشافي بالمخيم، وأثبتت كل التقارير الطبية أنه الأمراض اللي رافقتهم بالإضافة للأحوال الجوية الصعبة اللي بالمنطقة الزعتري أثرت عليهم بالتالي توفوا. فبالنهاية صار في حالات احتجاجات وكان الاحتجاج شعبي بالمخيم، يعني لا يجوز الحديث عنه أنه من فعل النظام السوري. فبالنهاية في أشخاص مدسوسين من النظام السوري، نعم ما ظل الكلام موجود، بحيث أنه الزعتري الآن يحتوي ما يقارب 51,000 لاجئ حاليا. فلذلك وجود أشخاص من النظام السوري في حال دخول بشكل يومي لاجئين هذا شيء وارد. أما بالنسبة للإبعاد والاعتقالات فهذا الشيء ما صار، يعني حتى المنظمات يعني تشتغل داخل المخيم أثبتت ولا حالة حتى الآن. فأنه بصير عمليات اعتقالات لمدة ساعة أو ساعتين بعدها بنتهي الموضوع، وبالمخيم حتى الأشخاص الكبار بالسن بينهم الموضوع تطور. طيب يعني أستاذي الكريم، إذا ما كان حتى موجود في عند اللاجئين حتى الدفايات حتى يدفوا، يعني البرد أكيد أثر على حياة الأطفال الرضع، يعني التقصير من وين جاي؟ من الإدارة ولا نقص بالتمويل ولا من وين؟ نعم، هلأ بالنسبة لموضوع المساعدات خلينا نحكي بشكل منطقي شوي. أنا اليوم كنت في مخيم الزعتري وكان اليوم في عملية توزيع للبطانيات وعملية توزيع لمساعدات أخرى غير البطانية. بالنسبة للموضوع في مساعدات اتصال، في مواد اتصال على المخيم، في حاليا في 300 مدفأة بدهم يتوزعوا على العائلات، ولكن الموضوع هي قلة الإدارة أو سوء الإدارة بعملية التوزيع. يعني لما بتوصل المساعدات في إدارة المخيم عبر مخابرات الصوت بتبيع أنه في اليوم توزيع مساعدات، فبتلاقي أنت كل سكان المخيم بيجوا على منطقة واحدة لاستلام المساعدات، وهذا الإشي بربك أصلاً الأجهزة اللي بتشتغل بتوزيع المساعدات. يعني أنت بتحكي 50,000 راح يتجمعوا بمكان واحد، هذا الإشي ممكن يأخر الدور، ممكن ناس يستلم وناس ما يستلم، ممكن يعني صار راح يصير حالات كثير، وهذا السبب أصلاً اللي صار يساوي فوضى يساوي مشاكل بين اللاجئين على هاي النقطة. يعني أي موظف ممكن تربكه أنت إذا حطيت قدامه 1000 شخص مش 50,000. فإذا هاي النقطة كثير جيدة، وإحنا نطالب يعني حتى الجهات المعنية والجهات الجمعيات اللي بتشتغل بداخل الزعتري تحديدا أنهم يحاولوا ينظموا أكثر من مركز لتوزيع المساعدات، أكثر من مركز لتنظيم عملية توزيع المساعدات داخل المخيم، ما يكون العمل من جهة واحدة أو بجهة واحدة، لأنه هذا الكلام بربك يعني فعليا مربك جدا للعمل داخل المخيم. طيب هل سجلتم وفود لاجئين جدد إلى مخيم الزعتر أو إلى مخيمات أخرى في الأردن؟ هل سجلتم وفود لاجئين جدد إلى مخيم الزعتري أو مخيمات أخرى في الأردن؟ نعم، أنا اليوم شهدت حركة عودة من الأردن لسوريا داخل المخيم ولاحظتها، وبالإضافة أنه كان في حركة لجوء ولكن خفيفة. يعني طيب حركة العودة كبيرة، كانت حركة العودة يعني في أعداد كبيرة عم ترجع لسوريا؟ نعم والله كانت الحركة يعني ما اللي أنا شهدتهم تقدر بحوالي 200 شخص، يعني تقريبا اللي أنا شهدتهم هذا بيوم واحد في حركة. نعم في حركة عودة جيدة، وخصوصا من فئة الشباب.
نعم. طيب ماذا عن الزواج المبكر ضمن المخيم أستاذ حمودي؟ يعني صندوق الأمم المتحدة للسكان سجل حوالي 720 حالة حمل لفتيات لم تتجاوزن 18 من العمر، يعني ما دون 18 من العمر. نعم، هلا هي حتى يكون الحديث مؤطر اكثر، الحالات الحمل هاي حالات شرعيه، هي 100% من زواج شرعي غير منقوص، ولكن في حالات زواج واحنا حاولنا نتاكد اليوم بدورنا بهذا الموضوع تحديدا عن موضوع الزواج بالمخيم، فهو زواج من سوريين لسوريين داخل المخيم، ما في لا يشوبوا اي شائبه، ولكن موضوع انه زواج مبكر نعم، يعني حاولنا نسأل حتى طبيعة المجتمع من درعا أو من المناطق الريفية أو يقول لك إنه إحنا هذا الموضوع عنا عادي، يعني حتى قبل الثورة إحنا موضوع عادي بحيث نحن الزواج ما قبل 18. بالتأكيد نحن لا نشكك بهذا، لكن المشكلة الآن أن هناك 720 سيدة حامل، يعني هل هناك خطط في المستقبل لمواجهة هذه القضية بما أن هناك أطفال غضع تموت من البرد؟ نعم، هلا انا اليوم حتى لا اخفيك يعني حاولت بكل المخيم انه نحاول نلاقي ولو منظمه واحده تعنى بشان المراه داخل المخيم، متخصص دعم النفسي للمراه ودعم دور المراه بالمجتمع والى اخره، من هاي الامور ما لقيت المخيم. فاذا هاي نقطه احنا يعني عبر شاشتكم احنا نواجه رساله للمنظمات الدوليه وخصوصي منظمات حقوق المراه بالعالم انها يعني تهتم اكثر بشان المراه السوريه اللاجئه خصوصي من المخيمات. ونحن نتمنى ان يستمع هذا النداء احد من هؤلاء المسؤولين عن شؤون اللاجئين السوريين. شكرا لك استاذ حمودي مكاوي، كنت معنا من الاردن، شكرا لك.